السلام عليكم ورحمة الله. في خبر عاجل، ريال مدريد ينسحب من صفقة شراء ديفيد خيا من مانشستر يونايتد ويجدد الثقة في الحارس كيلور نافاس. السلام عليكم ورحمة الله. في خبر يعد كيليان مبابي بخميس أرسنال رقم 9 في حال وافق موناكو على صفقة بيعه بمبلغ 122 مليون جنيه استرليني. يعد كيليان مبابي بخميس. فينجر مدرب أرسنال قابل رئيس فريق ليون الفرنسي وناقش معه إمكانية التعاقد مع مهاجم ليون إلكساندر لاغاستي مقابل مبلغ 50 مليون جنيه استرليني. في خبر عاجل، مانشستر يونايتد يفاوض ريال مدريد للحصول على اللاعب ماركوس راشفورد بالإضافة لمبلغ 52 مليون جنيه استرليني مقابل التنازل عن مهاجمي ألفارو موراتا.